السلام عليكم. هذا الفيديو إن شاء الله رح يكون شرح لطريقة حل الأسئلة اللي نزلتها ككويزات لمادة البايوستاتيستكس. هلا للي ما شاف، أنا نزلت 4 كويزز للمحاضرات تبعت البايوستاتيستكس، وهذا الفيديو رح يكون طريقة حل الأسئلة اللي الأغلب استصعب فيها. فإذا ما شفتوا الكويزز، لو تروحوا على صندوق الوصف بتلاقوا اللينك بتحلوهم وبتيجوا هون على أساس تشوفوا طريقة الحل. وغير هيك رح يكون الكويز الرابع اللي هو بحكي عن النورمال ديستريبيوشن، الحل لإله مفصل بهذا الفيديو. فبسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبلش. هلا مبدئيا بأول كويز كان الإشي اللي الأغلب سألني عنه، إنه ليش الريسبيراتوري ريت اعتبرناها ديسكريت. هلا مبدئيا إذا أنا عم بحكي عن الريسبيراتوري ريت، إذا عم بعد كم من مرة الواحد بتنفس بالدقيقة. هلا تعريف الكونتينيوس هو إنه يكون الرقم فيه فواصل أو أرباع ديسيمالز يعني وأنصاص وإشي زي هيك. هلا أنا ما بقدر أحكي إنه الواحد تنفس نص مرة أو 10 مرة أو إشي زي هيك، فعشان هيك لما نيجي نحكي عن الريسبيراتوري ريت رح أوصفه بإنه quantitative discrete مش quantitative continuous. بس هاي الشغلة في بعض العلماء اختلفوا فيها، حكولك الأشياء زي الريسبيراتوري ريت والبلس ريت والبلد بريشر، مع إنهم هم فعليا كرقم إشي discrete، بس برضو عشان الرينج تبعهم كتير كبير اعتبروهم continuous، أو في منهم بيعاملوهم كأنهم continuous. تمام. هلا تاني شغله بالنسبه للبوزيتيف والنيجاتيف سكيونس، كان في سؤال بيسال انه لما يكون عندك الجراف التير تبعه تو ذا ليفت ايش بيكون اسمه. تمام. هلا هو انا في عندي طريقتين اني انا اسمي السكيود جرافس. تمام. بقدر اطلع على العمود الطويل وبقدر اطلع على التير. هلا لو اطلعت على العمود الطويل اللي هو البيك وكان على الشمال، ايش راح اسمي؟ سكيود رايت. اوكي، فهو انا راح اعكس. هلا لو أنا عم بطلع على العمود الطويل أنا رح أعكس الاتجاهات، لو كان على الشمال رح أحكي إنه skewed right، أو رح أسميه positively skewed. تمام؟ هلأ نفس الحكي بالنسبة للnegatively skewed، لو شفت إنه العمود الأطول عمود أو اللي هو البيك موجود على اليمين رح أسميه skewed left أو negatively skewed زي ما قلنا. هذا طبعا عم بحكي عن اليمين تبعنا والشمال تبعنا. هلا تاني طريقة واللي هي الأسهل برأيي، إنه إحنا نطلع على التيل. التيل هي الأعمدة اللي بتكون أقصر على الطرف. هذا التيل لو كان على اليمين راح أسمي الجراف سكيود رايت، ولو كان على الشمال زي هنا راح أسميه سكيود ليفت. تمام. الرايت بوزيتيف والليفت نيجاتيف. تمام. فأنا شخصيا هاي الطريقة اللي أنا حافظتها فيها، وممكن هاي الشغلة اللي خربطت أغلب الطلاب، إنه إحنا الدكتور لما كان شرح لنا عن العمود الطويل وحكالنا إنه لما يكون رايت بنحكي ليفت. تمام. بس هو فعليا لما نحكي عن التيل فالاتجاه بضل ثابت، اذا لفت يعني سكيود لفت. تمام. طيب هلا هذا السؤال هو برضه كثير خربطوا فيه. احنا قاعدين عم نتطلع على مستشفيتين. تمام. وكل وحدة فيها عدد مرضى مختلف. تمام. بدنا نحسب البلوت كوليسترول ليفل، فانا كيف ممكن اقارن بطريقه صحيحه؟ هلا انا اني اضيف الريزلتس هذا اشي اكيد غلط، عشان انا بطلت اقدر اعمل كومبيرينج. انا ممكن اكون عرفت عن المرضى بالمستشفيين بس ما قدرت اني اقارن بيناتهم. هلا الفكره لو انا مسكت كل انترفل كل مجموعه واطلعت على عدد المرضى فيهم رح يكون هذا الاشي مش عادل. ليه؟ عشان انا ممكن مثلا اخذ مجموعه، خلينا نقول من عند الرقم هذا من 70 ل 120، واحكي انه بالمستشفى الاولى عدد المرضى اللي كان من 70 ل 120 500 مريض، والعدد المرضى اللي بمستشفى الثانيه من 70 ل 120 كان 750. فأنا هذا الإشي ممكن يعطيني صورة غلط، عشانهم هم عدد المرضى التوتال أساسا مختلف. هاي الفكرة ممكن تعطيني، هاي المقارنة ممكن تعطيني فكرة غلط عن الفرق بين المستشفيتين، فأنا أكون عملت مقارنة خاطئة. المقارنة الصحيحة رح تكون إني أمسك البرسنتجز، إني أطلع أحكي والله بالمستشفى الأولى في عندي 30% موجودين بالمجموعة من 70 ل 120 مثلا، والمستشفى الثاني 25%. هيك بكون أنا عم بطلع عم بقارن بطريقة صحيحة، وعم بطنش اختلاف العدد الكلي. تمام. هلأ هذا الحكي برضو كان موجود بالسلايدات، بأتوقع المحاضرة الأولى السلايد 21 رح تشوفوه بهاي النوت. تمام. طيب هذا برضو بالسؤال الثاني اللي هو كان عندي هاي الداتا، ولازم نطلع المين والميديان والمود، انه كم عدد المودز. الفكره انه اغلب او يعني في كميه منيحه خربطت وشافت انه هو تراي مودل، عشان في عندي الثلاثة والاربعه معيودين مرتين والسته معيوده 3 مرات، ما لاحظوا انه السته معيوده 3 مرات، فعشان هيك كان الغلط هذا منتشر. فيعني انا بس حطيت هاي الصوره على اساس انه اخليكم تنتبهوا على المود اكثر من مره، لو بتتاكدوا ممكن 5 مرات احسن لكم، بس على اساس انه ما تغلطوا هيك غلطه. تمام.
هلا بالنسبة لتاني سؤال اللي هو كان الستاندرد ديفيشن، بعطيكم هاي الداتا وكان لازم انه تحسبوا الستاندرد ديفيشن. الفكرة هي انه في كم من غلط اللي كان منتشر، اللي هو الستاندرد ديفيشن لما تكون عم تحسبوه بالمعادلة رح يكون عندك الفارينس، بعدين احنا بناخد السكوير روت على اساس نطلع الستاندرد ديفيشن، بما انه الستاندرد ديفيشن هو السكوير روت تبع الفارينس. الاغلب ما عمل السكوير روت، بعدين في كمية منيحة طنشت انه بالمعادلة احنا بنحكي n minus 1، وراحوا حسبوا ال n لحالها اللي هي عدد الارقام عندي وما طرحوا واحد، فعشان هيك طلعت معهم بالرقم غلط. وبعدين هاي المجموعة اللي هي برضو ما طرحوا واحد بس برضو كمان ما عملوا square root، فهاي شغلة كتير بدنا ننتبه عليها اللي هي شغلة square root والتقسيم، انه يكون n minus 1 مش تقسيم n. اوكي هلا بالنسبة لا هذا السؤال هو السؤال الوحيد تقريبا اللي كان هذا بالكوز الثالث، السؤال الوحيد اللي الجواب غلط اكثر من الصح. الفكرة انه احنا هون قاعدين عم نسأل وين موجود 95% من المتوسط العينات، متوسط العينات. هلا انا عم بسأل هون مش عم بسأل عن ارقام يعني احادية او انه زي خلينا نقول individual measurements، انا قاعدة عم بسأل عن في عندي عدد عينات هائل وكل عينة إلها متوسط. هلا هاي المتوسط بعيد، بيكونوا بعيدين عن المتوسط الحقيقي او اللي هو البوبوليشن مين بتوزيع معين، هذا التوزيع هو نورمال ديستريبيوشن. بما انه النورمال ديستريبيوشن رح يكون يتبع اللي هي القوانين، انه 68% رح يكون على بعد 1 ستاندرد ايرور، 95% رح يكون على بعد 2 ستاندرد ايرورز، و99% رح يكون على بعد 3 ستاندرد ايرورز. تمام، فهون لما احنا سالنا عن ال 95% من السامبلز مينز كان احنا عم نتطلع على البعد عن البوبوليشن مين، ما عم نتطلع على البعد عن السامبل مين، عشان لما نحكي عن السامبل مين او انه لما بطلع 95% رح يكون عم بحكي عن الفاليوز، عن الاكس فاليوز، مش عم بحكي عن المينز. اوكي ما عم بحكي عن المتوسط تبع العينات. وهذا الحكي برضو كان موجود بالسلايد السادس، وهي هو يعني الصوره للسلايد. تمام هلا هون نبلش بالشرح للنورمال ديستريبيوشن، وانه كيف انا بدي امشي بالخطوات على اساس اني اعرف اجاوب السؤال شو ما كان. هلا الفكره انه انا رح يكون السؤال ممكن معطيني اشياء مختلفه، بس انا اللي بدي اعرفه انه عندي actual numbers اللي هي الاكس فاليوز، اللي هي لو انا مثلا قاعده عم بطلع على علامات الطلاب هاي رح تكون فعليا العلامه من 100 مثلا. وبعدين في عندي اللي هي الستاندرد نمبرز او الستاندرد سكور اللي رح يكون الزي سكور. فانا بالبداية ممكن يكون معطيني الـ Z-score، ممكن يكون معطيني الـ Actual Numbers أو اللي هي الـ X-Value. فأنا بدي أطلع لما بدي يكون طالب مني الـ Probability أو الـ Percentage أو عدد الأشخاص، بدي أبلش في هذا الترتيب. رح أمسك الرقم اللي معطيني إياه، هذا رح يكون الـ Actual Number. تمام؟ رح أحوله لـ Z-score. أوكي؟ هلا لما أحوله لـ Z-score رح أستعمل هاي المعادلة اللي هي إنه أمسك الرقم أطرحه من المتوسط وأقسمه على الـ Standard Deviation. تمام؟ هيك بصير في عندي الزي سكور. بمسك الزي سكور هذا وبروح بدور عليه وين؟ بالتيبل اللي هي بتنقل لي من الزي سكور للبروبابيلتي. خليني افرجيكم اياها، انتم طبعا تعرفوها، بس يعني راح ارجع لهاي التيبل ادور على الزي سكور. خلينا نقول انه كان مثلا 1.23، راح احكي 1.2 بعدين امشي ل 3 واحكي انه والله هذا هو الرقم اللي انا بدي اياه، هاي هي البروبابيلتي اللي انا بدي اياها. تمام؟ طب شو الخطوه الثانيه بعد البروبابيلتي؟ ممكن تكون هاي هي الخطوة الأخيرة، إنه سؤال بس طالب مني probability وأروح أعطيها، مسكت الزي سكور بعدين لقيت منها probability وخلص أوقف مهون. ممكن يكون طالب مني البرسنتج أو يكون طالب مني البرسنتاي، فشو اللي بروح بعمله؟ بمسك هاي probability اللي طلعت معي من التيبل وبضربها بمية. تمام؟ أو لو كان طالب مني عدد الأشخاص رح يكون هيك كتير ضروري يكون حكي لي عموما أساسا السامبل هاي قديش كان عددها؟ يعني هل أنا كان في عندي 1000 شخص في هاي الدراسة؟ هل كان في عندي 2500؟ إيش زي هيك؟ رح أمسك probability اللي طلعت معي وأضربها بعدد الأشخاص. لو مثلا بده يسألني how many students رح أضرب بعدد الـ students على أساس ألاقي number of individuals. طبعا رح يكون العكس لو هو طالب مني إني ألاقي الـ actual value من برسنتج، يعني يكون مثلا طالب لي شو هي العلامة اللي 75 من الطلاب أقل منها. اللي راح أعمله أني أمسك هاي البرسنتج أقسمها على أساس يطلع معي مثلا 0.75 راح أدور عليها بالتيبل، بس أدور عليها بطريقة عكسية. كيف؟ أني أدور من هون من جوا مش من الأطراف، راح أشوف بجوا الأرقام هدول أو خلينا نقول من بداخل الجدول أدور على 0.75. تمام؟ إن هي راح تكون تقريبا هون. اوكي
بعدين لما أكون طلعت الزي سكور باجي أحول من الزي سكور للأكشوال فاليو، إنه مثلا من الزي سكور راح أحول للعلامة الحقيقية. فكيف راح يكون التحويل؟ عكس هاي المعادلة بالضبط، راح أمسك الزي سكور أضربه بالستاندرد ديفييشن وأضيف عليه المين. تمام؟ هلا الفكرة هون إنه الزي سكور والبروبابيليتي العلاقة بيناتهم ممكن تكون مختلفة على حسب إيش الزي سكور كانت. هل هو طالب مني less than، هل طالب more than، هل طالب إشي negative ولا positive. خلينا نشوف إيش التفاصيل تبعت هاي الموضوع. مبدئيا بالنسبة ل من الـ Z-score للـ probability أنا دائما رح أعتمد على التيبل، بس ممكن أحتاج إني أضيف خطوة زيادة اللي هي إني أطرح من واحد. متى بحتاج هاي الخطوة؟ هلا مبدئيا لما يكون طالب مني الـ probability تبع أقل من Z-score positive، لما تكون positive وهو طالب less than إشي positive، خلص على طول بدور على هذا الـ Z-score بالتيبل بمسك البروبابيليتي وهذا بيكون الجواب تبعي. بس لما يكون طالب مني ال probability of less than negative z score اللي راح اعمله هو ان احكي واحد ناقص ال positive value. تمام؟ فانا راح اقيم ال شو اسمه علامه السالب وراح ادور على ال z score هاي بالتيبل، ادور الاقي البروبابيليتي تبعتها، بس ما راح احطها زي ما هي، راح احكي واحد ناقص هاي البروبابيليتي. تمام؟ هلا نفس هاي الخطوه ما راح اعملها لما يكون طالب مني more than اشي بوزيتيف. تمام؟ يعني راح يكون معطيني رقم بوزيتيف بس مش حكي لي ايش less than، ايش البروبابيليتي تبعت less than، حكي لي ايش البروبابيليتي انه يكون اكثر من هذا الرقم. فبهاي الحاله راح اعمل واحد ناقص الفاليو from the table. تمام؟ ان راح امسك البروبابيليتي هاي واطرحها من واحد. هلا الفكرة انه انا ممكن يصير عندي هدول الشغلتين مع بعض. بهاي الحالة بيكون مثلا طالب مني ايش احتمالية انه يكون اكتر، يعني هون لو بدنا نرسم انه هذا هي الـ negative z value، ايش احتمالية انه يكون اكتر من هاي الـ z value. تمام؟ اكتر من هاي الـ negative z value. فهاي بتكون بالضبط تساوي عكسها اللي هو الاقل من الـ z الموجب. طب احنا لو نرجع شوي، اللي كانت اقل من الـ z الموجب كيف كنا نطلعها؟ دايركتلي خلص على طول بنروح نمسك هاي الزي ومندور عليها بالتيبل وبنلاقي البروبابيليتي من دون ما نطرح من واحد ولا اي شيء. تمام؟ فاذا لما يكون سالب، لما يكون اقل من سالب واحد ناقص، لما يكون اكثر من شيء موجب واحد ناقص، ولما يكون اكثر من رقم سالب راح اعامل الرقم على انه موجب وادور عليه بالتيبل واحطه زي ما هو. تمام؟ طيب نبلش في الأسئلة اللي هي إحنا بدنا نمشي بهاي الخطوات بس إنه واحدة واحدة. تمام؟ هلأ أول خطوة اللي هي معطيني مين، معطيني سامبل حكي لي المين تبعها، معطيني الستاندرد ديفييشن وبده الزي سكور. فإذا أنا هون الموضوع جدا بسيط، معطيني الإكس فاليو بده الزي سكور، فراح نعتمد هاي المعادلة اللي هون. تمام؟ اللي هي زي ما حكينا راح أمسك الإكس فاليو أطرحها من المين وأقسمها ب 2.5. اوكي، وبهيك رح يكون طلع معي ايش الزي سكور. هذه حلها بسيط ويعني على طول من المعادله. تمام؟ هلا في السؤال اللي هو رح يكون عكسي، ان هو معطيني الزي سكور وطالب الاكس فاليو، وطبعا اكيد برضه بيكون معطيني المين والستاندرد ديفيشن. بهاي الحاله زي ما حكينا رح نستعمل هذه المعادله اللي هي عكس المعادله الاساسيه بالضبط. رح نحكي اكس تساوي الزي سكور ضرب الستاندرد ديفيشن زائد المين في هاي الحالة 1.75 times 4 زائد 23، وبهيك بكون قدرت أوصل لل X value اللي جاي من الزي سكور هاد. تمام؟ طب هلا رح نصعب الموضوع شوي، رح نيجي نبلش نحسب probabilities. تمام؟ فأول مثال هنا رح نمشي بأربع أسئلة بتعتمد على هذا المثال. بحكي لك إنه في عندك 1000 طالب بجامعة أردنية أخذوا امتحان، هذا الامتحان كان المين تبعه المتوسط تبعه 350، أما الفارينس تبعه هذا تحتيها 100 خط، إنه إحنا هون معطينا الفارينس، إيش معطينا يا 225. تمام؟ وبعدين معطيني سكور تبعت 3 students وإحنا رح نحسب على أساس هاي الأرقام. سوري، هون المفروض 4 students. أوكي؟ ففعليا أنا هون عندي المين وعندي الفارينس، بس زي ما حكينا بدنا ننتبه على كلمة فارينس كتير، عشان إحنا كل المعادلات اللي بنستعملها تعتمد على الستاندرد ديفييشن مش الفارينس. فرح أمسك هذا الرقم وأعمل له سكوير روت على طول، أول بشوف فارينس من دون ما أفكر على طول رح أعمل له سكوير روت. أوكي؟ نبلش بأول سؤال كان اللي هو إيش احتمالية إنه طالب يجيب أقل من هبة؟ هبة قديش كانت جايبة؟ هبة كانت جايبة 375. تمام؟ فرح نحكي انه الاكس فاليو تبعت هبه 375، هاي اكس فاليو،
أنا لازم أحولها لزيسكور على أساس أقدر أطلع البروبابيليتي، صح؟ كيف التحويل لزيسكور؟ باستعمال المعادلة اللي هي x minus mean over standard deviation. رح أحكي 375 ناقص 350 على السكوير روت على الستاندرد ديفيشن اللي هو إيش؟ السكوير روت تبع الفيرينس. هيك إيش طلع معي؟ الزيسكور. بمسك هذا الزيسكور بروح بدور عليه بالتيبل، تمام؟ هون إحنا كنا حاكيين 1.66 أو 1.67، التنتين ما بيفرقوا صراحة كتير، يعني بالأخير مش رح يفرق بالرقم النهائي، بس أنا شخصياً اعتمدت الـ 1.67، أوكي؟ إنه يعني قربت للرقم الأعلى وحكيت إنه هي 1.67، فطلعت معي الـ probability 0.9525، أوكي؟ وبهيك بنكون حلينا أول سؤال. اوكي، وكتير اهم اشي بهيك اسئله بدنا ننتبه هو ايش طالب، less than ولا ايش، وشو بالضبط عم بسال، عم بسال عن probability، عم بسال عن percentage ولا عن number of students مثلا. تمام، نيجي على السؤال الثاني. هون شوي بدنا نعقد الموضوع. حاكي لي how many students scored higher than خلف. هلا بما انه عم بحكي عن students، فانا بالنهايه رح اضيف خطوه جديده اللي هي ان اضرب بn. بما انه عم بحكي عن higher، اذا لما اجي احول من z-score لprobability برضو رح اضيف خطوة جديدة اللي هي اني اطرح من واحد. طب نمسك علامة خلف، هي كانت 390، رح احولها لz-score. كيف؟ باستعمال المعادلة، رح احكي 390 ناقص 350 على 15، وهيك طلع معي z-score. اوكي، طب هذا الفكرة انه لما احكي greater than 2.6 هذا مش موجود بالتيبل، فانا ايش اللي رح اعمله؟ زي ما حكينا رح احكي 1-1 minus less than. تمام، بما انه عم بطلب more than higher than greater than، شو ممكن تكون اي كلمه يستعملها اللي هي تفهمني انه اكثر، وقتها رح احكي 1 ناقص اللي اقل. طب هاي اللي اقل من وين رح نجيبها؟ برضو من التيبل، رح ادور على التيبل على 2.66 والاقيها انه هي رح تكون 0.9961، او هي لو احنا اعتبرناها 67 رح تكون 62، نفس الشيء ما بيفرق كثير. هيك ايش بيطلع معي؟ 0.0039. بس هاي ايش؟ هاي البروبابيليتي، واحنا حكينا السؤال من الاساس ايش كان طالب؟ كان طالب عدد الستودنتس. فاذا شو الحل؟ اني انا اروح اضرب بالعدد الكلي. العدد الكلي كان 1000 طالب، فراح احكي 0.0039 تايمز 1000، راح يطلع معي 3.9 اللي هي فعليا عباره عن 4 طلاب، وهذا هو جواب. طب نيجي نطلع على السؤال الثالث، عم بحكي لي what percentage of students scored below مراد. ممكن يصيغ لي اياها بطريقه ثانيه، يحكي لي in what percentile is مراد مثلا، يحكي يستعمل اي كلمه اللي هي انه تكون بالاخير ما بده probability، بده percentage. تمام، فمراد الفكره انه هو السكور تبعه 320، يعني اقل من المين. فلو لاحظنا بدنا نحول السكور تبعه لزي سكور، رح يكون الفاليو نيجاتيف، رح يكون نيجاتيف 2. اوكي، فالفكرة زي ما قلنا النيجاتيف 2 هاي مش موجودة بالتيبل، عشان التيبل ما عم بيعطيني للأرقام السالبة. اللي رح أعمله هو إن أخذ 1 ناقص البوزيتيف 2. البوزيتيف 2 هاي بلاقيها من التيبل بسهولة، رح أحكي 1-0.9773 تطلع 0.0227. تمام، بس هاي إيش؟ هاي probability، وإحنا زي ما حكينا بالأول سؤال كان طالب اللي هو percentage، فرح أمسك probability هاي أضربها بمية بالمية، رح يطلع معي النسبة 2.27%. اوكي، هلا السؤال الرابع رح يكون شوي اسهل علينا، عشان احنا اوريدي حسبنا اشياء. بتطلب مني عدد الطلاب اللي رح يكونوا موجودين بين علامه علامتهم رح تكون بين علامه مراد وعلامه خلف. هلا الفكره بالموضوع انه كلمه بتوين هاي جدا مهمه، واحنا يعني بالاسئله اللي نزلت كثير شفنا كلمه بتوين. ففي عندي طريقتين، لو انا اوريدي طلعت ل يعني شيء لمراد وشيء لخلف بقدر استعمل. فأول طريقة اللي هي إن أنا أستعمل الأجوبة اللي أريد طلعناها. هلأ بالسؤال الثاني كان سائلنا عدد الطلاب اللي بيجيبوا أكتر من خلف، وإيش كانوا؟ 4. تمام؟ وبعدين بالسؤال الثالث طلب منا نسبة الطلاب اللي بيجيبوا أقل من مراد. فهذه لو أنا بدي أجي أحولها رح أحكي إنه الطلاب اللي بيناتهم رح يكونوا الألف طالب ما عدا اللي أكتر من خلف واللي أقل من مراد. فرح أحكي 1000 ناقص اللي أكثر من خلف اللي هم 4، زائد اللي أكثر من مراد اللي هو لما أجي أضربهم بالأخير رح يطلعوا 22 شخص، أو 22.7 اللي هم 22.7 اللي هو فعليا 23 طالب. تمام، فرح أحكي 1000 ناقص 26.7. هاي 26.7 أنا عم بحكي عن students، فيفضل إني أقربها. رح أحكي 1000 ناقص 27 طالب. هدول 27 طالب هم اللي مش بين خلف ومراد، بما انه خلف فيه اكتر منه 4 واقل من مراد فيه عندي 23.
أوكي؟ وبهيك رح أكون قدرت أطلع هذا الجواب. هلأ الطريقة الثانية رح تكون هي اللي أنا بعتمد فيها على الحساب، وهي الطريقة اللي لازم أستعملها لو أنا مش حال لإشي من قبل، أوكي؟ هلأ هون رح يطلب مني الفرق بين two scores أو two يعني numbers. اللي راح أعمله هو إني أطلع الزي سكور لكل واحدة منهم، هذا جدا مهم. إيش اللي بعمله؟ بطلع السكور لأول رقم وتاني رقم، وراح أحدد مين فيهم أكتر، أوكي؟ اللي بعمله إني راح أحكي هون خلف الزي سكور تبعه هو اللي أعلى 2.66 ومراد هو اللي أقل، فراح أرسم هاي راح أعبر عنه بهذا التعبير اللي هو إني بدي أطلع البروبابيليتي بين سالب 2 اللي هو تبع مراد وبين موجب 2.66 اللي هي الزي سكور تبع خلف، أوكي؟ هلا هون تيجي النقطة المهمة، إن أنا هذه المعادلة أو هذا الشكل بترجمه في هذه الطريقة، إني بروح بمسك الرقم اللي على اليمين اللي هو الرقم الأكبر وبحطه بالبداية، تمام؟ وبطرح منه البروبابيليتي تبعت الرقم القليل. هلا الفكرة إنه هون ممكن يكون أنا أحس إنه إشي صعب، إنه والله كيف بدي أتعامل مع السالب أو إشي زي هيك، بس أنا لطالما إني أنا فصلتهم خلص بصير أتعامل معهم ببساطة. راح أحكي هون إنه عندي البي على probability of less than 2.66. طيب هاي هذا الرقم موجب، نقدر نطلعه من التيبل على طول. minus قديش probability of less than 2، هذا الرقم بما انه سالب رح يكون احنا عم نضيف خطوة واحدة زيادة، بس اني احكي واحد ناقص، رح ادور على probability تبعت 2 وبعدين احكي واحد ناقص فاحطها اعوضها مكان هذا الاشي، وبهيك بكون طلعت الفرق بيناتهم. فاذا انا لما بيكون طالب مني الفرق بين رقمين راح اطلع الزي سكور تبعت هذول الرقمين واحط الرقم الصغير اول والرقم الكبير هون، راح اعمل هذا التعبير وبعدين اقول اني لازم اطرحهم من بعض، مين اللي هو اللي راح نطرح منه الزي سكور الاكبر، الزي سكور الاكبر، اوكي؟ وبرضه بالاخير راح اطرح منه الزي سكور القليل، اوكي؟ ان شاء الله تكون وضحت هاي الفكره، يعني هي صراحه شيء كثير معقد وانا اساسا اول مره اشرح رياضيات بحياتي يعني، فان شاء الله تكون وصلتكم، تمام؟ هلا هذا السؤال هو اللي رح يكون اصعب شوي، عشان انا بلشت امشي بالعكس، بلشت يعطيني نسب، يعطيني برسنتجز ونسب وكل هذا الحكي، وبده اياني اوصل للاكس فاليو الاساسيه. السؤال شو قاعد عم بيطلب مني؟ قاعد عم بحكي لي انه في عندك 1800 مراهق اخذوا اختبار اللي هو بس بشوف التناسق بين الايد والعين، وعشان يحسب ردة فعل يعني أوقات ردة فعلهم، أوكي؟ المين كان 0.35 والستاندرد ديفيشن 0.05. أنا أساساً عموماً لما أجي أقرأ سؤال زي هيك ما بيكون هاممني إلا هدول الرقمين، أطلع على المين وأطلع على الستاندرد ديفيشن والبرضو عدد التين ايجرز، أوكي؟ راح أمسك السؤال الأول اللي هو بحكي لي إيش الرياكشن تايم اللي راح يعبر لي عن Q3. هلا Q3 هو الثيرد كوارتايل، الثيرد كوارتايل بيكون أقل منه 75% من الداتا، تمام؟ رح أستعمل هاي المعلومة، رح أحكي إذا 75% من العينة أقل من الـ Q3، إذا رح أحكي الـ probability إنه شغلة إنه رقم يكون أقل من الـ Q3 تساوي 0.75، أوكي؟ هلأ هاي أنا حطيته هاي الـ Z الكابيتال اللي هي إنه أي رقم، والـ Z هذا هو الـ Z سكور اللي إحنا بدنا نطلعه، تمام؟ الزي سمول هي الزي سكور اللي احنا بدنا نطلعه. فزي ما حكينا بما انه الثيرد كوارتايل 75% من الاوقات من الرياكشن تايمز اقل منه، فرح استعمل هاي المعلومه واترجمها بهاي المعادله، احكي انه البروبابيلتي انه شيء يكون اقل من هذا الزي تساوي 0.75. هيك انا صار معي البروبابيلتي. ونرجع للرسم اللي احنا رسمناها فوق اللي هي قلنا لما يكون في عندي البروبابيلتي لوين راح ارجع عشان اوصل الزي سكور، راح ارجع للتيبل وبعدين احول الزي للاكس فاليو. طيب هلا لما نيجي نرجع للتيبل كيف راح نلاقيه بالضبط؟ خلينا نشوف شوي والله. هلا هذا صراحه من الاشياء اللي شوي صعبه اللي هي انه احنا ندور على probability بالتيبل، بس هو فعليا لما احنا نيجي ندور على 0.75 ما رح تكون 0.7500، راح احاول الاقي اقرب رقم لها، فهون عندي 0.7486 و7517. هلا مبدئيا 86 اقرب عشان 14 وهون 17 زياده، تمام؟ فرح تكون هاي اقرب. شو هي 0.67؟ هلا في برضه نصيحه، اذا بدكم ممكن كتير اسهل لكم تحفظوا انه الـ Q3 تترجم الزي سكور تبعها 0.67، عشان يعني ممكن هيك اسهل لكم، تمام؟ بس عموما انا شو اللي عملته اني انا رجعت للتيبل ودورت على الـ probability، اوكي؟
طب هلا الزي سكور هي 0.67، كيف بدي احولها لاكس؟ زي ما حكينا رح استعمل المعادله الثانيه اللي هي اني انا اضرب الزي بالستاندرد ديفيشن واضيف عليها المين، وهذا بالضبط اللي عملناه هنا. بالاخير بيطلع معنا جواب 0.38. هلا هون رح يكون الوضع شوي اصعب لما هو جاي يطلب مني الرياكشن تايم اللي بيكون بيعبر لي عن Q3. الفكره انه Q3 هي 25% من الداتا اقل منها، بس لما انا اجي احكي 25% فاذا انا البروبابيليتي هاي ما رح الاقيها بالتيبل. ليه؟ عشان التيبل لو نرجع عليه كل البروبابيليتيز اللي بعطيني اياهم اكثر من نص، اكثر من 50%، تمام؟ ما بيعطيني اي شيء اقل من 50%. طيب شو الحل هيك؟ الحل انه اعتبر انه البروبابيليتي اللي هو طالبها العكس، يعني هو عم بحكي 25%، انا بروح بدور على 75%، او بروح بدور على 0.75. لو هو طالب 30% بدور على 0.7، لو طالب 40% بدور على 0.6، ويعني وما الى ذلك، تمام؟ فالفكره ايش؟ بس انا هون بكون عكست الموضوع. بما اني عكست البروبابيليتي ايش لازم بالاخير اعمل؟ بضلني حاطه ببالي اني عكست البروبابيليتي، ولما اطلع الزي سكور بدل ما اخليه موجب راح اخليه سالب، تمام؟ هاي هي كل الفكرة من الموضوع. زي ما حكينا هو طالب 25%، بما انه الـ Q1 25% اقل منها، فانا رح اعكس، رح احكي لا بدي النسبة الاكبر اللي هي النسبة اللي بتكون اكبر من 50%. مسكت هاللي هي كانت 75% ورحت دورت على الجدول لقيت انه هي كانت 0.67. زي ما حكينا انا بما اني عكست البروبابيليتي هلا لازم اعكس علامة الزي سكور، رح اخليها سالب 0.67، وبعدين هاي السالب 0.67 راح احولها لاكس فاليو باستعمال المعادله زي ما قلنا. بمسك الزي سكور بضربها بالستاندرد ديفيشن وبضيف عليها المين، وهيك بيطلع معي الجواب. هلا مبدئيا ممكن برضه لو اجانا اشي زي هيك انا اسهل على حالي واحكي انه الكيو 3 اساسا على طول بقابلها الكيو 1، فرح يكونوا عكس بعض بالضبط، خصوصا انه من ناحيه العلامه اللي هي انه واحده موجبه وواحده سالبه، تمام؟ فهاي طريقه انه ممكن تسهل علينا الموضوع. هلا نيجي لاخر سؤال، هذا اللي هو شوي الاغلب استصعب فيه، انه بدي ادور على الرياكشن تايم اللي بيعبر لي عن 20th percentile. 20th percentile ايش فكرتها؟ معناها انه 20% من الارقام رح تكون اقل من هذا الزي سكور، فرح احكي بي انه هي اقل من الزي رح تكون 0.2. بس الفكره انه كلمه 0.2 هاي او البروبابيليتي انه 0.2 مش موجوده بالتيبل، واحنا حكينا لما يكون في عندي البروبابيليتي اقل من 0.5 او اقل من 50%، شو رح يكون عندي الحل؟ اني اعمل 100 ماينس البرسنتج او 1 ماينس 0.2، تمام؟ فلو بحكي 1 ماينس 0.2 رح تكون 0.8. بروح بمسك هاي البروبابيليتي اللي هي 0.8 بدور عليها بالتيبل، كيف رح يكون الوضع عندي؟ زي ما شرحناه قبل شوي بقعد بطلع على الرقم رقم، بروح بدور وين 0.8 وين 0.8، رح تكون هي تقريبا هون شوي، اه هي هون رح يكون عندي ال 0.84 بتكون 7995 وهاي 8023. هلا 995 اقرب عشان بس بينها وبين ال 0.8.005، فراح اخذ هذا الرقم اللي هو 0.84. هذه هي الزي سكور اللي احنا بدنا نستعمله، تمام؟ فبنرجع للحل ونشوف انه الزي سكور كانت 0.84، بس احنا حكينا انه بالبدايه بما انه كانت البروبابيليتي اقل من النص احنا رحنا اخذنا البروبابيليتي العكس، وبما انه عكسنا البروبابيليتي هلا لازم اعكس الساين واخليها بدل ما هي موجب اخليها سالب، فصارت عندي الزي سكور نيجاتيف 0.84، ومن هاي الزي سكور رح احولها للاكس زي ما قلنا باني اضرب بالستاندرد ديفيشن واضيف المين، وهيك رح يطلع معي الجواب. وبهيك بنكون خلصنا حل الاسئله، ان شاء الله يكون وضحت كل شيء. يعني انا اسفه اذا كان شرحي مش منيح، بس فعليا اول مره اشرح فيها الرياضيات شيء زي هيك، فان شاء الله تكون وصلتكم الفكره، وبالتوفيق ان شاء الله فالكم كلياتكم العلامات العاليه، والى اللقاء.